السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم اليوم وبإذن الله سأتشارك معكم وصفة ممتازة رائعة جدا لتبييض بشرة الوجه توحيد اللون إزالة الشوائب من البشرة وكذلك البقع الغامقة وصفة طبيعية بمكونين فقط وصفة سهلة التحضير وكذلك تعطي نتائج من رائعه اذا قبل ان نمر الى تحضير الوصفه والى الطريقه ادعوكم بدايه في الاشتراك في القناه اذا كنتم لم تشتركوا بعد ايضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس الصغير حتى تتوصلوا بكل الفيديوهات التي اقوم بتنزيلها واود هنا ان اشكركم على تعليقاتكم الرائعه وكذلك دعمكم ووفائكم الدائم لقناه وصفات لكم. اذا بالنسبه لاول مكون سنحتاج اليه الا وهو الارز من الاحسن اختيار الارز الابيض هذا المكون رائع وغني عن التعريف لما له من فوائد رائعه وجمه معروف كذلك لدى النساء الاسيويات وبالخصوص النساء الكوريات لما له من فوائد في تبييض بشره الوجه وازاله الشوائب هذا المكون ممتاز ومتوفر في كل بيت من الاحسن ان تاخذوا الارز الابيض العادي لانه يكون سهل حتى في الطبخ لذلك استعملوا العادي، هو رائع مبيض ممتاز ورائع سواء لبشرة الوجه او حتى كذلك للشعر، كذلك سنحتاج هنا الى الفازلين، كريم الفازلين غني عن التعريف، المبيض هو للبشرة بالخصوص اذا استعملناه كل ليلة يبيض البشرة وأيضا مزيل للشوائب ويعالج حتى التجاعيد لمن لديها تجاعيد على البشرة، إذا الآن سننتقل إلى التعرف على طريقة تحضير الوصفة، إذا أول شيء سنأخذ كسرولة هكذا سنضع فيها ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من الأرز، الأرز العادي الأبيض، ثم سنستعمل الماء سنضيف كوب من الماء وسنضع الكل على نار هادئة حتى نصل أو يصبح الأرز طازج أو نيء، إذا أضع الكل على نار تكون هادئة وأقوم بالتحريك حتى لا يلتصق الأرز في قعر الكسرولة وحتى لا يحترق، خذوا دائما ملعقة تكون خشبية وأقوم بالتحريك هكذا. حتى يتغير لون الماء ويصبح ابيض اي يأخذ لون الارز اذا كما تلاحظون بعدما قمنا بازالة الارز بعد طبخه بازالته على نار هادئة سنأخذ هنا اناء مناسب وسنأخذ مصفاة سنقوم بتصفية الارز من الماء هكذا وسنحتفظ هنا بالقليل من الماء في الأرز لأننا سنقوم بطحنه، بالنسبة لماء الأرز لا تقومون برميه لأنه رائع جدا، قوموا بأخذ بخاخ، ثم استعملوه سواء كتونر لبشرة الوجه أو كبخاخ لبشرة أو عفوا للشعر. لأن ماء الأرز مكون ممتاز سواء للبشرة أو كذلك للشعر يقوم بتكتيف الشعر بتطويله وأيضا يعالج التقصف لأنه سيعمل على ترطيب الشعر المتقصف والمتجعد بالنسبة لبشرة الوجه استخدموا ماء الأرز كتونر خذوا قطنة بهذا الشكل ثم ابدأوا امسحوا بها بشرة الوجه كامل بشرة الوجه وكذلك الرقبة استعملوه كتونر احتفظوا به في الثلاجة ثم استعملوه بشكل يومي يعني فوائد الأرز كثيرة جدا سواء لبشرة الوجه أو كذلك للشعر نقوم بالمسح هكذا بمسح البشرة لأنه يزيل كل الشوائب يزيل كذلك التجاعيد ويزيل حتى البقع الداكنة وسنتركه هكذا الى غاية ما يجف فهو تونر ممتاز مزيل للتصبغات وكذلك مبيض ممتاز هذا بالنسبة لماء الارز اذا هنا الارز بعدما قمت بطبخه ساقوم الان بطحنه حتى اتحصل على كريمة الارز إذن يعني الآن بعدما قمنا بطحن الأرز في مطحنة كهربائية حصلنا هنا على كريمة الأرز كما تلاحظون أصبح المزيج هنا على شكل كريمة كريمة رائعة ممتازة والآن سأضيف كذلك هنا ملعقة من الفازلين دائما من الأحسن أن يكون فازلين أصلي مئة بالمئة من الأحسن شراؤه في الصيدليات أو في شبه الصيدليات حتى يكون الفازلين الأصلي، سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة هكذا من الفازلين، أضيف ملعقة كبيرة وسأبدأ في دمجه مع كريمة الأرز أو مطحون الأرز، استمر جيدا في الخلط حتى ندمج هذه الكريمة. فهي كريمة مبيضة تزيل الشوائب تزيل البقع الداكنة، الأرز كما تعلمون بعد دمجه مع الفازلين يعطي نتائج ولا أروع، نتائج رائعة جدا، فقط يجب أن تطبقوا هذه الكريمة في الليل، يعني لا نتعرض لأشعة الشمس عند تطبيق هذه الكريمة، ندمج جيدا حتى نقوم بتدويب الفازلين. ودمجه مع كريمة الأرز نخلط جيدا الوصفة سهلة جدا ممكن هنا أن تستخدموا كمية لكي تكفيكم لمدة أربعة أيام لأن هنا كما تلاحظون استعملنا أو استعملنا الأرز فالأرز هو مكون طبيعي وبطبيعة الحال سوف يفسد يعني تقريبا ضعوه في الثلاجة يبقى صالح مدة أربعة أيام يعني لهذا قلت لكم ان نقوم بتحضير الكمية التي سوف تكفينا لمدة اربعة ايام، دائما بعد تنظيف البشرة بشرة الوجه بماء يكون فاتر، خذوا كمية من هذه الكريمة وابدأوا هكذا بفردها او تطبيقها على كامل البشرة بشرة الوجه كذلك بشرة الرقبة حتى ايضا بشرة اليدين لمن يعاني من اسوداد في بشرة اليدين القدمين كذلك المناطق الحساسة جميع المناطق الوصفة سهلة جدا جدا وبالنسبة للمكونات فهي امنة سواء للنساء الحوامل وكذلك المرضعات أيضا لدوات البشرة التي تكون حساسة فالوصفة لن تحسس البشرة بتاتا بل ستجعلها بيضاء وكذلك مشرقة ستزيل لكم كل الشوائب والبقع الداكنة كما تلاحظون سنفردها هكذا وسنتركها تقريبا مدة نصف ساعة إلى 45 دقيقة لأن بالنسبة لهذه الكريمة كلما تركناها مدة أطول كانت النتائج أفضل، بعدها تقومون بإزالتها بواسطة قطنة، بالنسبة لطريقة إزالة الوصفة خذوا قطنة هكذا وقوموا بإزالة الوصفة، نقوم بمسحها هكذا إلى غاية ما نزيلها بشكل هكذا نهائي، ثم بعدها قوموا بغسل بشرة الوجه بما يكون فاتر بعدها بالماء البارد ان شاء الله ستحصلون على نتائج ستكون رائعه اذا بعد غسل اليدين ستلاحظون فرق شافع او عفوا الوجه سواء طبقتم هذه الوصفة لبشرة الوجه او الرقبة او حتى اليدين والقدمين ستلاحظون فرق شاسع ان شاء الله في تبييض البشرة وكذلك حتى التجاعيد ان شاء الله ستختفي وذلك بالمداومة على الوصفة، كما رأيتم الوصفة سهلة وبسيطة اذا قمتم بتحضيرها قوموا بتغطية يعني كمية كبيرة لكي تكفيكم لمدة أربعة أيام لأنني كما قلت لكم الوصفة تبقى صالحة مدة أربعة أيام قوموا بتحضير الكمية التي سوف تكفيكم مدة أربعة أيام وقوموا بتغطيتها ووضعها في الثلاجة إن شاء الله داوموا عليها بشكل يومي وكل ليلة كل ليلة طبقوا من هذا الكريم كريمات الفازلين وكذلك الارز ستحصلون على بشره الكوريات بشره مشرقه خاليه من الشوائب ومن التصبغات وحتى من التجاعيد نعم حتى من التجاعيد تزيل التجاعيد وتعالج جفاف البشره اذا كانت هذه هي وصفتنا لليوم رائعة وبسيطة جدا أتمنى أن تجربوها وكذلك لا تنسوا أن تتركوا لي آراءكم عنها الوصفة ممتازة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله